janvier. Déjà, dès janvier. Déjà, entre là. مريم 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 في الوسط في الوسط في الوسط مريم. الجمعية هذه تأسست عام 1983 مجموعة من الأولياء اللي أطفال نتاعهم عندهم إعاقة ذهنية من الأول المدارس رفضتهم. كانت الأهداف من الأولى محصورة أعطيهم مقرات باش ينجموا يتجدوا جزء من البلد مش ملوجين على نوعية الخدمات ما كانش مطروحة نوعية الخدمات الهدف هو أن يتواجدوا في مؤسسة تحضنهم فقط الفكرة هذه انطرحت من بعد بالتكوين تطورت الإطارات اللي كانت دخلت من الأول ما عندها حتى تكوين المعهد تاع نهوض بالمعاقين فتح الأبواب للتكوين وقع تكوين كافة الموجودين هنا في كيفية التكفل بالأطفال الأطفال هذوما معناها كيفاش نجم نخدموا معهم الأنشطة وكيفاش نجم نقيموا القدرات نتاعهم ومن بعد شوية دخلنا الفنيين عملنا بسيكولوج ومن بعد أورتوفونيست كونا ليكيب كاملة. قلنا علاش نستناو حتى تجي المدرسة باش نجمو نحنا نتكلمو على الإدماج المدرسي، علاش ما نعملوش في رياض الأطفال؟ وعملنا ثلاثة روضات شراكة فيها تكوين تاع المراوضات وفيها دراسة الحالات تاع الأطفال اللي عندهم صعوبات، والأطفال اللي عندنا نحن كيفاش نجمو نرافقوهم في روضة الأطفال، وانطلقت نجحت العملية هذيك أعداد الروضات زاد ضعف. نحن زدنا كنا ندعموا هالعلاقه هذه وكان نحن نعملوا اشياء اللي الروضات ما عندهمش واللي هم يستفيدوا منهم حتى اولياء نتاعهم حتى اولياء نتاع الاطفال نتاع جرده جاردان دونفون شاركناهم في الرحلات. باي باي. جات الشراكه مع اونديكاب انترناسيونال بديت من سنوات انا اونديكاب انترناسيونال 2010 بدينا نتحدثوا على البروجيات ومن بعد 2010 بدينا نتحدثوا على الشراكات كيفاش نجموا نعمل المدينة هذه دامجة كانت الفكرة أني مدينة تولي توجد في خارج العاصمة ومدينة توجد داخل العاصمة اقترحت مدينة منز بورقيب وقع القبول نتاعها نظرا للبلدية رئيس البلدية كان متحمس ولينا كمدينة نحن بيدنا كجمعية ما كناش معروفين بشكل كبير في المدينة